نحن ودم زينا أبطل وعاشوا وسطنا والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداة وسط العذاب ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطل وعاشوا وسطنا أبطل وعاشوا وسطنا. طب قولي انت دلوقتي انا اعمل ايه؟ احنا بقالنا 3 سنين عمال تقولي في وعود وعود وعود، كل الوعود اللي انت قلتها لي دي انا هعمل ايه بيها دلوقتي؟ هقول ايه لاهلي؟ غصب عنك يعني، انت عارف ان الشركه بتاعتي صفت ومش لاقي شغل تاني. يعني ايه غصب عنك؟ طب كل الوعود اللي انت قلتها دي كلها خلاص تتنسي؟ انا عارف اني وعدتك وعود كتير، وعدتك ان انا احقق لك احلامك، بس غصب عني انا دلوقتي مش واقف على ارض صلبه، مش عارف حتى بكره هعمل ايه. دول 3 سنين مفيش فيهم خطوه، مفيش خطوه قدام. 3 سنين واقول بكره هنحقق اللي احنا اتفقنا عليه، بكره هنحقق كل اللي احنا حلمنا بيه، مفيش حاجه اتحققت. يعني خلاص كل الوعود دي انساها. كارين دي ظروفي وليك حريه الاختيار. اختار ايه؟ دول كانوا 3 سنين. الناس بتتغير والظروف بتتغير والحكومات بتتغير والمشاريع بتتغير، كل حاجة حوالينا بتتغير. لكن أصعب حاجة لما الوعد يتغير والكلمة تتغير فتنهار الأمال وتزيد الصدمات وتتفكك العلاقة. وهنا بنسأل يا ترى في حاجة ثابتة حوالينا؟ هل فقدنا الثقة في كل اللي حوالينا من كتر ما سمعنا وعود وكلام وما تحققش؟ هل يا ترى وعود الله زي وعود الناس ولا مختلفة عنها؟ هل الانقلابات السياسية والتغييرات اللي بتحصل حوالينا خلتنا نفقد الثقة في كل حاجة حتى أمانة الله؟ عن موضوع الوعود وكلام الله وكلام الناس هتدور حلقتنا من برنامج ناس زينا اللي عنوانها مش كلام. هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة، وحنبتديها بشعر مع الشاعر الرائع نعيم عاطف بعنوان مضمونة. ما بقاش أبداً للناس كلمة، وكلام الناس ملهوش لازمة، بيقولوا كلام صرف مجالس ومصالح، لكن الناس مش ملتزمة ولا عندها دين ولا ليها ذمة. بتلاقي الناس توعد توعد توعد، تحلف تحلف تحلف، ومسافة الليل تصبح تخلف بمصالح الغير مش مهتمة. وضمير الناس ناسي عهوده، ناسي وعوده، ناسي الرحمة، ولسان كذاب وقلوب ضلمة، وخلاص ما بقاش للناس كلمة. الحر بيوعد وينفذ وكلامه قانون، والخاين يوعد ويراوغ يخلف ويخون، بس المواعيد المضمونة هي المواعيد السماوية، الرب ضمنها وختمها بضمان الكلمة الإلهية، والدنيا هتعدل أو تقلب، أنا ماسك في وعود الحية، ويخون الناس مهما يخون، أنا عندي ضمانة حقيقية، أنا عندي ضمانة حقيقية. كلام جميل، والدنيا هتعدل أو تقلب، أنا ماسك في وعود الحية، أنا عندي ضمانة قوية. بس يا ترى سهل نعيش الكلام ده؟ هل ناس زينا يقدروا يقولوا الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نتابع الحوار مع الدكتور شادي جورج ونشوف أمثلة حية لناس زينا عاشوا كده. أنا سمعت يا جماعة أن في واحدة صاحبتي، في حد يعني كل شوية يكلمها يقولها أنا جاي أتقدم لك والكلام ده يعني، وفي الآخر ما بيجيش، وهي نفسيا متدمرة لأن كل وعد هو بيوعده بيها بعدين مش بيقدر يعمله. ليه 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 ليه, ليه نفسها تتدمر يعني؟ ممكن عنده ظروف، عنده مشاكل. أيوة بس ده وعد كبير يعني، ما ينفعش حد يوعد وعد زي ده من غير ما يبقى درس ومركز فيه. لو عنده ظروف وعنده مشاكل ما كانش وعدها من الأول إن هي تروح يعني. طب هو وعد وبعد كده جات له ظروف يا جماعة، هي محطوطة في موقف وحش قوي، هي ببساطة كده تتدمر وحياتها تقف
عشان هو جات له ظروف. معلش يعني بعد كده ظروفه تتحسن وكده ممكن يحقق وعده. وهي بقى براح هو على مزاجه، جات له ظروف يتحسن، جات له ظروف ما يتحسنش. هي تثق فيه ازاي اصلا حتى بعد لو ظروفه اتحسنت وجيت اقدم لها؟ هي تثق فيه ازاي لما هو يعني وعدها في الاول؟ احنا بنثق بكل وعودنا كلنا؟ كلنا لا بس بنوف. انا مثلا لو مش هقدر اوفي بوعد مش هقوله. تلاقي واخدين القضية ستات على رجالة، يعني واضح كده ان كنتوا بتدافعوا عن، انتوا عارفين ظروفه اخينا ده. لا بس يعني منتوقع ان حتى لو ظروفه وحشة ممكن تتحسن. أو يعني هو فعلا طيب وواعد بجد بس ظروف صعبة عليه. كانش قال يعني كان ايه لازمتها الكلام كده ولا ايه؟ مش فاهم. احتمال يعني مش كل واحد مش بيقدر يوفي بعده ويكون شرير يعني وهو حد مكار وكده. لا بس ممكن يكون يعني ظروف فعلا ضغطت عليه. هي المشكلة انه الحد اللي بيتوعد وعد وبعدين بيجي الواعد ده يخلف الوعد، البني ادم ده بيفقد الثقة شوية بشوية، وكل ما توعد وعود اكتر كل وكل ما الوعد كان بيحقق له امال اكبر كل ما هو بيتصدم صدمة اكبر. كل ما بيتعلق بالوعد وكل ما بيتصدم صدمة اكبر وكل ما بيفقد الثقة شوية بشوية بكل اللي حواليه، وده احيانا بيأثر على علاقة الواحد بربنا، بيخليني مش مصدق وعود ربنا ليا من كتر ما انا توعدت وعود من الناس وخلفت. خصوصا بقى لو يعني لو وثق يعني في حد عالي شوية. انت هتدخله قضية روحية شوية ولا احنا لسه بنتكلم في خينا ده اللي وعد وخلف؟ هما كل واحد، انا من وجهه نظري يا دكتور ان كل واحد سواء كان كل واحد. يعني لو مثلا حد كبير روحيا وعد ليا مثلا وفي الاخر هو ما نفذش الوعد ده، طب انا هتصدم في الروحانيه بتاعته وهتصدم في كلامه ومش هثق فيه. يعني نفس القصه بالنسبه للشباب او البنات او بالنسبه لاي وعد. يعني عايزين تقولوا ان التصرفات اللي بين البشر وبعض بتاثر على مفهومي وعن علاقتي مع الله؟ ايوه طبعا. يعني بس مع ربنا حاجة تانية. أنا شايف مع ربنا حاجة تانية. أنا يعني أنا بيني وبين الله دي حاجة وبيني وبين البشر حاجة تانية. تمام بس والناس البشر طبعا طبيعتهم يقولوا ما ينفذوش وبتاع. هو بس يعني ممكن يعني خيانة العهد اللي بيعملها البشر معايا ممكن تأثر عليا في مفهوم ربنا أصلا. يعني أنا يعني بخاف أكتر لو ده ممكن يحصل مع ربنا، تبقى كارثة بالنسبة لي. بس خلي بالك، خيانة العهد ولا خيانة الوعد؟ هو الاثنين مش واحد؟ لا في فرق. الفرق طبعا بين العهد والوعد في فرق. في فرق. الوعد في فرق؟ الوعد حد من طرف واحد، طرف بيوعد والاخر منتظر، لكن استنى. العهد الاثنين داخلين في علاقه، هما الاثنين مستنيين من بعض حاجات وهما الاثنين عليهم حاجات يعملوها لبعض. العهد زي العقد اللي بتكتب على ورقه، في طرف اول وفي طرف تاني، يتعهد الطرف الاول بانه يعمل كذا، يتعهد الطرف الثاني بانه يعمل كذا. اي اختلال في واحد من الاثنين يبقى ده كسر العهد، ما قدمش اللي مطلوب منه كسر العهد. يقول الجواز عهد ان الطرف الاولاني بيحب الطرف الثاني، الطرف الثاني بيحترم الطرف الاولاني وبرضه بيحبه، فيبقى في احترام وفي محبه. طول الاثنين بيقدموا لبعض الاحترام والمحبه يبقى العهد قائم. يعني زي ما بيقولوا على عقد شريعه المتعاقدين، والكتاب في العهد في العهود بيتكلم على العهود وعلى كمان علامة العهود. الحقيقة في العهد الإلهي مع البشر الالتزام بتاع البشر هو التصديق فقط، يعني إنه يصدق إن ربنا يوفي، إنه مش إنه يؤمن صدق يعني. ده بالنسبة للعهد. بالنسبة للوعد هو شيء بيلتزم به الواعد دون ما الطرف الثاني يبقى عنده. هو ربنا بيتعامل معنا بعهد ولا بوعد؟ بالاثنين. رب دخل معنا في عهد ابدي، لكن في نفس الوقت وعدنا بامور كثيره في الحياه. المشكلة انا معكم كل الايام من قضاء ده، عهد ولا وعد؟ المشكله ان احنا عايشين في وعد. زمن وفي وقت. هل حد اكبر يسوع ان يقول كده؟ لا ما اكبرش، فهو اللي قال من نفسه تجاهنا انا معكم كل الايام الى القضاء. طب احنا يا دكتور احنا في زمن وفي وقت تقريبا كل الناس بتخلف وعدها، يعني كل الناس بتقول قرار الصبح بتغيره بالليل. بس يعني بلاش نقول كل، لان كل يعني في تعميم، خلينا نقول الاغلبيه. عايزه تقول الاغلبيه نقول، لكن كل يعني في تعميم. كل الناس بتخلف وعدها، ظروف والمجتمع، حاجات كتيره بتاثر على واحد يخلف المجتمع. المجتمعات المتخلفه يعني بالذات ولا عموما؟ لا ممكن مش لا اي مجتمع، يعني اي مجتمع ظروف خليته قال كلام هو مش قديه، او هو وهو بيوعد مش حاسب حساب النفقه. يبقى هي دي، بيقول كلام هو مش قديه، مش واخد الموضوع بجديه من الاول. ايه تاني يخلي الناس تقول وعود ولا تفيها؟ ايه اللي بيخلي، ايه الدافع انها تخلي تقول وعود؟ مصلحه. ما اكثر وعود الانتخابات. على فكره مش عندنا بس، في كل حته. في كل حته يعني، ده الجماعه بره بيسجلوا لاوباما مثلا قال كذا وكذا وكذا، بيسجلوا له يقولوا له انت قلت
انت قلت وما حصلش. فقصه ممكن يكون النيه طيبه لكن المقدره ما فيش، لكن ممكن يكون انتهازي. لما الناس الكبيره قوي دي اللي اصلا كل يوم بقرارات وكل يوم بورق، لما هم عارفين ده كله بيخلفوا، احنا مين؟ لكن احنا مين يعني؟ او احنا نيجي فين في وسط الكلام؟ حاجة ده حاجه من ضمن الحاجات خلي الواحد يعرف يعيش في الحياه، يدرك هو مين. هو ده انا، انا بشوف نفسي انا انسان خاطي مفدي بدم المسيح ابن لله. واخدين بالكم من التركيبه دي؟ وابن الله ده مش عن استحقاق، ده هو قال كده، هو قال كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. كان ممكن يقول كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا عبيد الله، وكنا نقول متشكرين، يدفع علينا عبيد. هو قال كده، فهذا هو ده اللي وعد بيه ان نصير اولاد لله. هو قال كده كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. انا في حقيقتي خاطي ما استحقش، امنت غيرني غسلني فانا خاطي لكن ابن الله مفدي بالدم. هو هذا هو انا، ده نمره واحد. انا فين بالنسبه للناس؟ معايا فلوس معيش فلوس، انا قيمتي ايه؟ دي قصه تاني. بس انا في حقيقتي انا ابن الله. حدش يقول انا عايز اتواضع اقول انا مش ابن الله، ما اقدرش. انا لا اتواضع فيما لا املك، انا اتواضع فيما املك. ربنا قال لي ان هخليك ابني، اقول له لا معلش انا متواضع خليني عبد، ما ينفعش. هو قال، هو اللي قال، يبقى هو قال، يبقى انا اقول له انا ابن الله. انا اصرخ بالحس العلون انا ابن الله، انا في حقيقتي انا عارف انا مين. ده مهم جدا عشان ما احطش روحي وانا بقيس اي مقياس، انا صغير انا كبير انا حاجه زي كده. لا، ايه الكبار مين؟ دي ناس حطتها الظروف، خصوصا في المجتمعات اللي زي حالاتنا اللي بيطلقوا عليها العالم الثالث، حطتها الظروف انهم بقوا اصحاب سلطه في وقت من الاوقات. جم ازاي ما نعرفش، لكن انا مش هقيس روحي بدوله، انا ما بقيسش روحي بدوله، انا بقيس روحي بعمل الله فيا، فانا ابن الله. القضيه بقى هي الحته الاساسيه اللي قلتوها وانا برضو عجباني، ان احنا بنتاثر من كتر ما الناس دي كلمتنا، صورتنا بتهتز، عن كاننا بنتخيل ان ربنا ايضا بيقول كلام وهو مش قده. حاشا وحاشا لله ان احنا ان يقول وعد ولا يحقق، حاشا. هو بيقول او اديها، لان احنا قلنا الناس بتوعد وهي مش اديها، زي ما انت قلت ربنا اديها. بس طول تحقيق الوعد ده بيخلي الواحد شويه مش بيفقد الثقه، بس يعني بيمل من الانتظار، وشويه شويه بيفقد الثقه. يعني معلش ده حاجه غصب عننا يعني. انت بتكلمي مظبوط، احنا بشر يعني. لا انت مظبوط، الانتظار ان ما كانش مدعم روحيا بتوقع الرجاء والامل. عشان كده الكتاب بيتكلم على لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، اتكلم على الحته دي. يعني كتير ناس تتعب، ولما تتعب انسانيا الناس بتتعب انسانيا ويحصل لها الكلل، تعب تخور الخوران، تعبيرين استخدمهم الكتاب حقيقي. لكن هل ده ان معناه ان ربنا مش صادق في موعده ما بيحققهاش؟ لا بيحقق، بس انا تعبت، انا نفسي قصير، محتاج الى ان يعني اتعلم الانتظار تاني. طب ليه ربنا يا انكل بيوصلنا لحد البوينت دي يعني؟ ليه ما حققش وعوده على طول؟ عشان عايز يكبرني، عشان عاوزني ابقى راجل. لو كل ما يطلبه ابني اجيبه له على طول على طول على طول على طول في الزمان مش هيكبر، هيطلع بيخليني شاب مدلل، بيخليني اتعب وبيخليني ابعد. احيانا كمان بيبقى في حاجه عكسيه، شاب مدلل ومش صاحب مسؤوليه، وانا عايزه يبقى صاحب مسؤوليه. احيانا كمان بقول لحضرتك يبقى في حاجه عكسيه، يعني ممكن اسيب ربنا لو ما بيضغط عليا. ولما انا اسيب ربنا ده مش عقاب لربنا، ده عقاب لنفسي. ولما انا اقرر ان انا امشي على دماغي دي الماساه الكبرى، واكبر عقاب اتعمل لشعب الله نتساب. ولما ربنا يحب يعني يعاقب شعب حقيقه يسيبه. هذا انا سؤال. انا لما اقرر ان انا اسيب ده بعاقب روحي. عندي سؤال تاني، هل وعود الله في الكتاب، في الكتاب المقدس دي وعود لكل الناس، لكن هل ممكن في الوقت ده اخد وعود ليا شخصيه ليا انا يعني؟ طبعا. ولا ليه لا؟ ليه لا؟ في وعود ليه لا؟ كلمه الله ثابته ولا تتغير. طيب انا عندي مشكله مع الوعد اللي عكس الواقع. يعني ربنا يوعدني بحاجه كده كل الظروف عكسها تماما تماما، هل ازاي مطالب مني اصدق الوعد ده هيحصل امتى وازاي وفين وفي الدنيا اللي انا فيها دي؟ ما هو لو ما كانش عكس الواقع ما يبقاش وعد.
يعني لما تكون انت قاعد النهارده في شويه هوا حلوين كده وبعدين ربنا يقول لك هبعت لك شويه هوا، ما لهمش لزوم، ما في هوا. ولما قلنا انا هديك سلام، ها كي لا ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، لما اديك سلام، سلام يعني امتى؟ لما تكون الامور تحتاج يعني قاسيه، ولا ما يبقاش وعد. هو يوعدني بحاجه انا عندي ما لهاش وعد، ما لهاش لزوم. ممكن لازم ده مش مشكله، ده هو ده قيمه الوعد. هديك سلام رغم الظروف، هديك فرح رغم الكآبه، هو ده قيمته. ازاي بقى وانا يعني وانا بقرا الكتاب اعرف انه ده ليا وده مش ليا؟ لانه احيانا كتير انا بحب اسمع اللي انا عايزاه، يعني انا في مشكله صعبه فقريت مثلا حاجه في المزامير خدتها، ممكن ما تكونش ليا، ممكن تكون ليا. الكلام ده يعني لا، كلمه الله تصل كل زمان وكل مكان ولكل شخص. ما تخليش حق الحرب يعني انت لو قريت حاجه وحسيتيها انها ليكي، لا ليكي، ايه اللي يخليك تقولي مش ليكي؟ بس في شواهد تانية مش بتاعتي. يمكن الامور التي ترتبط بالارض والامور اللي كانت ليها علاقه، الامور الماديه اللي ليها علاقه بالارض والوعد والارض دي هديها لك والحاجات دي بس شويه، لكن عموما اي وعد لينا في كلمه الله لينا. بس هو الفكره بس ان في ناس بتدور بطريقه تانية كده، هي تفتح كتاب وتدور على اي وعد. ايوه، ومثلا ممكن يفتح غلط، لا ملعون الارض بسببك فيكتئب اسبوعين. او كان في مثلا، وكان في ناس من نواحي ليبيا والقيروان قالها على اساس من ليبيا، يبقى هو صح، يبقى العريس جه اهو. ده المندل، ده بيفتح المندل. كلمه الله ما صحش انها تبقى يعني الحظ والمندل وبتاع، شوف لك بختك يعني دب اهي. لا كلمه الله غير كده خالص. يعني ان انا احس اي ايه او اي وعد موجود في الكتاب احس انه ده ليا، وايه المانع؟ ما احسش غلط. لا ايه المانع؟ مين يقول غلط؟ هو الفكره ان هو مش بيقولوا غلط، بس الفكره ان هو يركزوا كويس قوي ان لو يكون الكلام ده مش ليكوا، ويكون ان ربنا بيوعدك بحاجه دلوقتي او بعد شويه، هما بيلخبطونا في الحوار. يعني ده. انا معاكي ان في يعني حصلت تدخلات كثيره وتعليم كثير. مره ثانيه التعليم الصحيح بيعطي امل ورجاء وليس استمتاع. التعليم الصحيح يجاوب على أسئلة ولا يضع أسئلة. التعليم الصحيح، التعليم الصحيح يؤدي الإنسان إلى أنه يطلع لقدام ما يرجعش لورا. عشان كده كان في تنبير على التعليم الصحيح، وكان في رسائل بالكامل على التعليم الصحيح، لأن في تعليم وفي تعليم صحيح. وعشان كده نحن محتاجين نحن نبذل مجهود يعني في فهم كلمة الله من خلال روح الله، لألا حد يسبينا بتعليم يعني رخيصة، ونبقى يعني بننتقل من تعليم لتعليم زي الريشة في مهاب ريح كده، أي حاجة تاخدنا أي حاجة تجيبنا. يعني احنا محتاجين ان احنا نفهم التعليم الصحيح. روح كلمة الله، الروح بتاع كلمة الله مش قصده انه يتعبنا، مش قصده انه يضع لنا أسئلة في الحياة، مش قصده انه يقيد حركتنا، مش قصده ان احنا نرتبك، لا، ده قصده ان احنا نحظى على مزيد من السلام ونعيش رغم الظروف. كل ما وعد الله رغم الظروف، إلا ما الهبة لهاش معنى. لكن أنا برضو برجع لتاني للقضية الأولى اللي أنتوا شرحتوها، إن ما فيش شك إن الناس اللي حوالينا أثروا في فهمنا لما وعد الله، وبالذات الوالدين، وبالذات الوالدين في السن الصغير، وصورة أبوة الله بتتهز بسبب الأبوة البشرية، ودي مسؤولية خطيرة. طب أنا عندي مشكلة مع الوعود المشروطة. دايما وانا صغير كان الوعد دايما مشروط، لو عملت كده هجيب لك كذا، لو عملت كذا هيكون كذا. ده بيحصل مع ربنا ولا لا؟ يعني هو احنا الاباء في الاصل عايزين مصلحه اولادهم، فبيستخدموا اي طريقه انه يربوا بيها اولادهم، حتى لو كانت يعني مش واخدين بالهم ان فيها بعض الحاجات مش مظبوطه. منها ان الوعد هنا في ذهن الولد بيرتبط باللي لازم يعمله، يبقى العلاقه هنا نفعيه تجاريه، اعمل عشان اخد عشان اعمل. وده بيخلي الواحد فاهم ربنا كده، ان انا لازم ارضي ربنا عشان اخد منه، اللي هي العلاقه تجاريه. وده برضو حتى يعني الاباء محتاجه انها حتى لو عملت وعد مشروط، لكن ممكن المحبه ما تخليهاش مشروطه. يعني الابن يبقى مستريح في المحبه. يعني لازم، لان الاولاد الصغيرين ما بيعرفوش الفرق. لو بابا ما جابليش كنت اقول لكم البلاي ستيشن، دلوقتي البلاي ستيشن ده كلام فاضي، مش عارف ايه دلوقتي الحاجات، الايفون والايباد والاي ابوي والحاجات دي، الحاجات اللي الايات دي كلها. فالولد يقول ايه؟ يبقى مش بيحبني،
بيربط دي بالمحبة. هنا بقى دخلت المحبة مشروطة، باظت العملية. فالأب لازم يبقى واعي إنه لو كان واعد ابنه إنه الابن لو عمل حاجة كويسة هيجيب له ده مش غلط، لكن يبعد القصة دي عن الحب. لازم يمكن ليه المحبة كل مرة عشان يطلع الولد عارف إن أبوه بيحبه، وإنه الأب لازم يلتزم بالوعد الحقيقة، يعني ما ما ما, ما يتملصش بالوعد، خصوصاً طلع من بقه هو يعني. لكن ليك حق ان ده بيأثر على مفهومنا لموعد الله. عاوز بس ارجع لانه لما الرب ورى ابراهيم ازاي ان الشعب نسله هيستعبد في ارض مصر في ارض غريبة 400 سنة، وانا هطلعهم بزراعة رفيعة وايد قوية. وبعدين عدى زمن، جه ابراهيم اسحاق يعقوب وعياله، وراح يوسف، وبعدين كانت الدنيا حلوة وجميلة لأن يوسف كان نمرة اتنين، وبعدين مات يوسف، وبعدين الناس نسيت مين هو يوسف، وبعدين قام فرعون ما يعرفش مين دولة، والقصص بقى دي كلها و400 سنة والناس حتى نسيت الوعد. ربنا ما نساهوش، في يوم من الأيام بعت لهم موسى وخرجهم وسكنهم في أرض الموعد، لأن الرب لما بيقول كلمة بيعملها. حتى لو طلع زمان، نزل طلع فوق راح جه، الدنيا اتغيرت، فرعون يعرف فرعون ما يعرفش، لكن في النهاية الكلمة اللي خرجت من الرب ينفذ. فمع احتمالاتنا، مع مشاعرنا، مع ان الناس بتخلف المواعيد، لازم نثق ان الهنا امين يفي بما يعد، اللي خرج من بقه هيقول. حتى رغم الظروف الصعبه، يعني هل الله يعطي سلام لكنيسته في هذه الايام رغم الظروف الصعبه؟ هل الرب يقدر يعطي فرح حقيقي لا ينطق به هو مجيد في هذه الأيام وسط الظروف الصعبة؟ بيعطي ولا لا يعطي؟ بيعطي. إذن هو إله أمين. شربت حاجة؟ زي ما سمعنا إن ساعات كتيرة فساد العلاقات بين البشر وعدم وفائهم بعهودهم وكلامهم بيكون في أذهاننا صورة سلبية عن الله، وبنفتكر إن الله أكيد زيهم بيوعد ويخلف ويقول وما يوفيش. وفهمنا ان الوعد دايما مرتبط بالانتظار اللي دايما ربنا بيدربنا بيه لانه عايز يكبرنا، زي ما حصل مع واحد زينا هو ابراهيم اللي وعد الله انه هيطلع شعبه اسرائيل من مصر، وبعد 400 سنة نفذ الله وعده لابراهيم رغم كل الظروف والتحديات. وفهمنا كمان ان دايما الوعد يبقى عكس الواقع الصعب، والا ما يبقاش وعد، زي ما وعد الرب ناس زينا هم التلاميذ وقال لهم سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم. فقيمة الوعد إنه يكون عكس الواقع، فالسلام بيبان في الخطر والفرح بيبان في الظروف الصعبة. عزيزي المشاهد، كل وعد في الكتاب المقدس ده وعد شخصي من الله ليك، والله صادق جدا في كل وعوده، ومش بيوعد ويخلف زي ما كتير من الناس بيعملوا. فامسك في محبته وصدق وعوده، ولو لقيت الواقع عكس الوعد ده عمره أبدا ما يعطل الله القدير إنه ينفذ كلمته ووعده الذي نطق بهما. هنسيبكم مع آخر فقرة نختتم بيها برنامج النهاردة. هنسمع ترنيمة جميلة بتقول تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا. ربنا معاك. يا ستر المنيع.
يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.